فوزير حكاوي جدي برعاية تتبيلة الدجاج وتجهيزه وجيك طازة ومقرمشة وسخنة. أوه حاجة صح ومش ضايق. البيتزا الأمريكية اللي مطيب اللي على الحطب وطعمتها خيال. وننصحك تجرب مكان التغدى والتعشى فيه وانت متريح وهرجة عويتك في صالة الملاهي وانت لاهي في عشاك وغداك بس متريح. هذه حاجة فوق الخيال. أكيد عرفتوا على من نحكي. نحكي على هابي تشيكن بنغازي بالعون بجوار جامعة العرب الطبية البيضة قرب الإذاعة خلف مصرف الأمان طبرق ميدان الشهداء جنب مصرف التجارة والتنمية شحات الطريق الرئيسي مقابل شركة البريد. هابي تشيكن هابي تيستي. للمشاركة في فوازير حكاوي جدي وتقولولنا شن عنوان حكاية اليوم. للإجابة والدخول للسحب في جائزة البرنامج تواصلوا معنا على صفحتنا. حكاوي جدي مش أي حكاوي. بسم الله أول مبدأنا صلى الله علينا بينا. نحنا كل نهار معانا مغزى في سر حكاوينا، لكن بيش يتم هنانا نبوها فرحتكم بينا، وكل واحد فيكم بمانة يسمعنا ويرد علينا، وإن شاء الله يبقى ملقانا يذكر بالخير اللي فينا. نبو لمتكم يا لانا في حكايتنا كان بدينا. حكاوي جدي. خير يا جدي. خير. مرحبا يا سلوم. وغيرك طولت يا باتي. ما فيش نعيمة والله هكي. ايوة. تقصدك حلقته؟ ايش تكفيه يا جدي؟ تقصدك مسمي هالخريطة اللي شايلها علي قلتك تعليقة؟ خريطة شن يا جدي؟ كان كل جهة في راسك مش كيف تعليق الجهة الاخرى؟ دي موضة يا جدي. شن يا جدي؟ موضة شنو هذي؟ تم صيلك مصاير حشاك الفارد تينكندر كل وحدة من شكل. تي والله العظيم لو كان يحلقها لي حلاقنا نشلط عليه وجهه وناخذ منه تعويض مش نعطيه فلوس. هذي موضة يا جدي. قلنا لك كل الشباب كلهم دارينا وتو هذي تصريحة جديدة موضة يا جدي. والموضة هذي اكسجين هي لازم منها. تي علي الحلال هذي فوضى ما هي موضة. لكن قول لي انت منين جبت هالخريطة؟ منين جبتها لك تعلقها لي منين؟ كيف يا جدي؟ ما تشوفش الكورة انت ولا شني؟ بعدين انت وقت روحك تحب الكورة ما تشوفش برشلونة كيف دارينا واحد لاعبك في برشلونة ديرها وحتى الفنانين يديروا فيها اللي يغنوا ضمن تو انتم غير اللي تشوفوها تقلدوها وتديروا فيها. بلكي هالتحليقة لها علاقة بدينهم ولا بعاداتهم وتقاليدهم بلكي فيها شيء دعوة تقلدوا فيهم وخلاص. يا سيدي عادي قدر في فن الكورة اللي يلعب فيه وعادي يلعب في منتخب بلادك على الأقل نستفيدوا منك. لكن قد لي في تحليقته ولا هالموضة اللي صراويل اللي طيحات من الشباب هذا كلام فاضي وما تعرفوش حتى ليش تديروا فيه. يا جدي وقلنا لك أنا نشجع في برشلونة لو كان اللاعبين اللي في برشلونة مش محلقينها راني حتى الله والله ما حلقتها. يا سيدي شجع برشلونة. شجع الهدف بنغازي، شجع تعاون جدابية، شجع صداقة شحات مش مشكلة. لكن المشكلة يا سلومة الأجانب اللي هم ثقافة معينة ونحن لنا ثقافة مختلفة. بنشور بعضنا بكل في كل حاجة مش لازم نقلدوهم. يا سيدي تبي تقلدهم قلدهم في النظام في المواعيد في حب العمل في التعليم في الذوق في أي حاجة كويسة. مش هيك وخلاص يا ليد. وعلى هالموضوع أنا عندي حكاية وجدت في عقلك تو نحكيها. الحكاية إن شاء الله على التحليقة حتى هي على الموضوع هذا مش على التحليقة بالذات. أسمع أنت ديما تلطع فيي. أسمع يا سيدي. نسمع هاي. قال لك يا سيدي في تاجر عندك كرمك الله حمري خذاهن ومش هيجيب في شنو الضاعة من السوق. ولما وصل للسوق هذاك السوق الكبير اللي فيك الحاجة شراش ولات ملح تمام؟ تمام يا جدي. قاعد نسجم من هاي وحط هنكرمك الله على الحمار الأول. وطبعا الحمار شن صار له حسب الثقل لكن ما عنداش مدير الله غالب عليه. وحد شراس فنج وحط على شنو كرمك الله على الحمار الثاني. اللي فرح واجد لأن شنو الحمل بتاعه خفيف. جاء التاجر وهو ماشي بالحمارين عسك الله في هالطريق الطويلة
طول الطريق الحمار يشيل الملح يئن بالتعب ومسكين واجع ظهره وقاعد يكي واجع حل. الحمار الثاني مبسوط ويضحك وفي الطريق ماشي شنو يدحدح من هنا لهنا خفيف لأنه خفيف. جاهم ربع ماشيين من التعب خطموا علي شنو خطموا علي نهر مثال الحمار الأولي بش يغسل شنو من الحموم والعرق والتعب. هذا الحمار اللي شن شايل الاسفنج الملح الملح هيدا في التاريتك مش فطني الملح. لما خاش هذكي الحمار للنهر شن صلى ذاب الملح كله في المية وقعد شنو من غير حمل قعد خفيف ردت فيه الروح وقعد نشيط وقعد يمشي. الحمار الثاني كرمك الله جن نزال حتى هو للنهر ليش يقلد في الأول شن صار له شن شايل هو سفنج عدى هذك السفنج تعبى مية وقعد ثقيل ومعاش قدر يمشي. جاء الحمار شن صار له حس بالتعب وقعد مش عارف كيف يمشي. هكي تمينا حكايتنا. شكرا للي تابع فينا. غير العنوان الحلقتنا عنكم بالعاني خضينا. تتصلوا هذه فكرتنا تقولوا عنوان حكاوينا. في كل حكاية غايتنا نحكو عن صيفة تعنينا. بكرة تجدد لمتنا يا ريت الكل يراجينا وتبقى هالدنيا رضتنا كان انتو راضين علينا. حكاوي جدي. للمشاركة في فوازير حكاوي جدي وتقولوا لنا شن عنوان حكاية اليوم. للإجابة والدخول للسحب في جائزة البرنامج تواصلوا معنا على صفحتنا. حكاوي جدي مش أي حكاوي. فوازير حكاوي جدي برعاية تتبيلة الدجاج وتجهيزة وجيك طازة ومقرمشة وساخنة. أوه حاجة صح ومش ضايق. البيتزا الأمريكية اللي مطيب اللي على الحطب وطعمتها خيال. وننصحك تجرب مكان التغدى والتعشى فيه وانت متريح وهرجة عويتك في صالة الملاهي وانت لاهي في عشاك وغداك بس متريح. هذه حاجة فوق الخيال. أكيد عرفتوا علي من نحكي. نحكي علي هابت شيكن بنغازي بالعون بجوار جامعة العرب الطبية. البيضة قرب الإذاعة خلف مصرف الأمان. طبرق ميدان الشهداء جنب مصرف التجارة والتنمية. شحات الطريق الرئيسي مقابل شركة البريد. هابي تشيكن هابي تستيك.